التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، واللقاء يتجدد بحضراتكم. شوط يبدا وشوط ينتهي بالإثارة. تابعنا الشوط الماضي وكان الحضور من الشرفة، وعلي بن سالم الغيلاني قدم لنا الشرفة، قدمت العرض الجميل والممتاز اللحظات الأخيرة، واهدى السلامات إلى أبناء السلطنة وبالتحديد إلى أبناء قعلان. قطعت المسافة بتوقيت زمني ومقدار 6 دقائق و23 ثانية. شوطنا الرابع والذي خصص للقعدان الحقائق أعلنت انطلاقته قبل قليل مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول. تابع من الجانب الآخر، هذا هو الرسمي، حمد بن علي بن عبيد الشامسي يأتي بانطلاقة الرسمي على البداية على المقدمة، بينما الحضور والانطلاق من الشبابي مطار بن محمد بن عفاري المنصوري على ثاني المراكز، ويقدم لنا الشبابي ثالث المراكز وثالث التحديات وثالث الحضور. شوف التقدم والانطلاق في هذه اللحظات من قبل مذهل هزاع بن علي الحميد الهديوي، ياتي بانطلاقة مذهل على ثالث المراكز، رابع الانطلاق، رابع التحديات. شوف الوصول والتسلل في هذه اللحظات من قبل شاهين ومحمد بن حمد بن محمد السمح العامري، ياتي بانطلاقة شاهين على رابع التحديات. هذه هي النتيجة للمراكز الأربعة الأولى المسموح لها بالنداء، لكن هناك اسماء شعارات لم يحين موعد دخولها، شعارات لها وزنها، لها ثقلها في هذا العالم، عالم سباقات الهجنة العربية الأصيلة. ولكن بعود إلى البداية، بعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الإبداع الأول، إلى بداية هذا المسار، إلى المركز الأول. شوف الانطلاق وهذا الإبداع وهذا التحديات المستمرة إلى المركز الأول. لا زال الرسمي يقود الجموع، ينطلق على البداية، وحمد بن علي بن عبيد الشامسي يأتي بانطلاقة الرسمي على المركز الأول، على الانطلاق الأول، بينما الشبابي لا زال على المركز الثاني، على المركز الثاني. هذا هو الشبابي، ومطر بن محمد بن عفاري المنصوري يأتي بانطلاقة الشبابي على ثاني المراكز، ثالث التحديات وثالث الإبداعات. شوف الوصول والانطلاق في هذه اللحظات من قبل مذهل هزاع بن علي الحميد الهديوي، يأتي بانطلاقة مذهل. شوف التسلل والدخول في هذه اللحظات من قبل شاهين، محمد بن حمد السمح العامري يصل في هذه اللحظات ويقدم لنا شاهين، غير على ثالث المراكز. شوف الوصول في هذه اللحظات على المركز الرابع والانطلاق من شاهين، علي بن سالم الغيلاني يأتي بانطلاقة شاهين، أول نداء لشاهين في هذه اللحظات على المركز الرابع. أسماء، شوف الأسماء القادمة، الشعارات المنطلقة في هذه اللحظات الواصلة والمبدعة في هذا المسار، ولكن بعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى البداية، إلى الرسمية. لا زال الرسمية على المقدمة، بدينا بالانعطاف، بدأ الميدان بالانعطاف نحو خط النهاية، والرسمي يقود الجموع، ينطلق بهذا الانطلاق، يبدع في هذه اللحظات. شوف الهجوم، وصل شاهين، نادينا على المركز الرابع، على المركز الثاني، يسير إلى البداية، غير على المركز الأول. هذا هو شاهين، علي بن سالم الغيلاني غير على المركز الأول. شوف المركز الثاني، الوصول في هذه اللحظات من السليمانية، راشد بن خميس بن سيف الحصاني. المركز الثالث، الحضور من شاهين، محمد بن حمد السمح العامري، ولكن شاهين. شوف الانطلاق، شوف الابداع، هذا الابداع ولا فلا، هذا الانطلاق ولا فلا. هذا هو الغيلاني يحضر في هذا الحضور، يبدع في هذا الصباح، قدم لنا الشرفة ويحضر بشاهين. والنقطة الثانية لهذا الشعار، أبناء قعلان يحضرون في هذا الحضور. هذا هو شاهين وأبناء
ابناء السلطنة، ابناء السلطنة، ولكن اللحظات الأخيرة وشاهين، شاهين الغيلاني يحضر بشاهين، قدم الشرفة ويحضر بشاهين في هذه اللحظات. تهانينا والناموس، ثاني المراكز الحضور من شاهين أو من الجانب الآخر في اللحظات الأخيرة، من الجانب الآخر الحضور في هذه اللحظات أو ثالث المراكز. هذا شاهين على المركز الثالث، محمد بن حمد السمح العامري رابع المراكز الحضور من الرسمية، حمد بن علي بن عبيد الشامسي حاز على المركز الرابع. هذه هي النتيجة، 6 دقائق 30 ثانية. تهانينا وناموس لمالك شاهين علي بن سالم الغيلاني، قدم شاهين، قدم الإبداع في اللحظات الأخيرة، حقق النقطة الثانية، وسلام السلطنة، سلام.